الرحيم. النهارده هنبتدي نتكلم عن النيورو. اول حاجه هنبدا بيها هي السباينال كور. هنعرف شويه حاجات كده عنه اكسترنال وشويه انترنال، وبعدين نبدا ان شاء الله نتكلم عن التراكس والليزو. نبدا بالاكسترنال. السباينال كورد موجود فين؟ موجود في الفيرتبرال كانال، واخد الابر تو ثيرد من الفيرتبرال كانال، بادئ من فوق من عند الاطلس او سي 1 ككونتينويشن للمضله اوبلونجاتا، وبعدين بينتهي عند L1 او L2 ما بين الديسك ما بين L1 و2 في الادلت. هو المفروض الاول كاول ما الانسان بيتولد بينتهي عند L3، بس بعد كده الفيرتبرال كولم بيطول اكتر من السباينال كورد، فبالتالي بيرجع السباينال كورد يبقى في مكانه اللي هو الديسك ما بين L1 و2. طوله 45 سنتي، والمعلومات دي كلها بالنسبه لنا مفيده في الام سي كيو. بس هو شكله اسطواني سلندريكال، بس عنده تو انلارجمنت، سيرفايكال انلارجمنت ولامبر انلارجمنت. ده بيفيده في البريكيال بلكسس واللامبر والسيكرال بلكسس. بينتهي ازاي؟ بينتهي بالمنظر اللي مرسوم في الرسمه ده، ان هو بيعمل تابرنج لور اند كده اسمها كونس ميدالاريس. من الايبكس بتاعه التابرنج اند دي بيخرج فايلم كده، او يعني فيلمنت كده اسمه فايلم تيرمينال. ده اللي مكونه ليه هي البايومتر، وهنعرف كده بعد كده لما ندرس المنينجيز. هو متقسم ل 31 سيجمنت على حسب المناطق اللي انا فيها: 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لامبر، 5 سيكرال، و1 كوكسيجين. بعدين قلنا جينا قسمنا السباينر كورد كده لما شفناه من هنا، هو جراي ماتر ووايت ماتر، متقسم الى 2 هافز بحاجه اسمها بوستيريور ميديان سبتم وانتيريور ميديان سبتم. بعدين اتكلمنا عن الفرق ما بين كلمه سيجمنت وفرق وكلمه فيرتبري. لما يجي ممكن يجي في الام سي كيو يقول لك مثلا الفيرتبري الفلانيه اذكر لي السيجمنت بتاعتها رقم كام. فهم عملوا كده معادله بسيطه ان الفيرتبري بتساوي السيجمنت ناقص الرقم الارقام اللي هقولها دلوقتي. لو انا بتكلم في سيرفايكال ريجون يبقى هنقص 1، لو انا بتكلم في الابر 6 ثوراسيك هنقص 2، لو لور 6 ثوراسيك هنقص 3، لو في اللمبر يبقى هنقص 4. فممكن يجي يقول لك مثلا C5 دي يعني انا الفيرتبري رقم 5، اذكر لي هي السيجمنت رقم كام. فراح قايله ان C5 بتساوي سيجمنت ناقص 1 لان انا في سيرفايكال ريجون. فراح قايله ان السيجمنت بتساوي 5 + 1، يبقى انا كده في السيجمنت رقم 6. اما بالنسبه للسكرال والكوكسيجيال سيجمنت، دول بيبقوا كلهم موجودين عند L1 و L2 فيرتبري. تمام، الحته دي مهمه علشان الام سي كيو. وبعدين اتكلمنا عن ان بيخلص النيرف دي كلها بتخلص وبتتجمع في حاجه اسمها كودا اكواينا، يعني شبه ديل الحصان. بعدين قلنا حاجه كده ابلايد بسيطه مش مهمه بالنسبه للمقارنه باللامبر بانكتشر، لان اللامبر بانكتشر مهمه جدا. حاجه اسمها نيرف كومبريشن. نيرف كومبريشن يعني ايه؟ يعني نيرف الضغط، لان انا عندي السباينال نيرفز دي بتكبر كل ما انا نزلت من فوق لتحت، فبالتالي اكبر واحد هو S1 اللي هو النيرف رقم اول واحد سكرال. على العكس بقى الانتر فيرتبرال فورامينا بتصغر كل ما نزلت من فوق لتحت، يعني بالتالي اصغر حاجه هي ال4 وال5، يعني دول معرضين ان هم يحصل لهم كومبريشن لان هم كبروا وفي نفس الوقت الفورامين اللي موجود فيهم صغير، هيضغطوا جامد جدا. نيجي بقى بعد كده نتكلم عن السباينال كورد زيه زي البرين، ليه مننجيز بتغطيه وبتحميه. 3 مننجيز من بره لجوه: ديورا، اراكينويد، بايا. الديورا والاراكينويد بيجمعوا مع بعض ويعملوا زي تيوب واحد كده، ويكملوا فوق عند الفورامين ماجنم ويخلصوا تحت عند S2. البايا بقى دي لوحدها لازقه في السباينال كورد وبتنزل تكمل تحت زي ما قلنا قبل كده في حاجه اسمها فايلم تيرمينال، اللي هو فيلمنت صغير كده بينزل لتحت كده. تمام كده. بعدين هنتكلم عن السبيسز، والسبيسز دي برضو مهمه في الام سي كيو. في 3 سبيسز: اكسترا ديورا، سب ديورا، سب اراكينويد. لو جينا رسمنا كده رسمه بسيطه ان انا عندي ده الفيرتبرال كانال، وبعدين دي الديورا، ودي الاراكينويد، ودي البايا اللي لازقه في السباينال كورد. انا بقول اكسترا ديورا يعني ما هو خارج الديورا، يبقى موجود فين السبيس دي؟ موجوده ما بين الفيرتبرال كانال والديورا. دي فيها ايه عشان الكونتنت ده مهم بالنسبه لنا؟ فيها فات وفيها ارترز وفينز وليمفاتكس. بعدين السبيس اللي بعدها سب ديورا يعني ما تحت الديورا، يبقى موجوده ما بين الديورا والاراكينويد. السبيس دي فيها ايه؟ فيها سين فيلم اوف اراكينويد. نيجي بقى للسبيس المهمه بالنسبه لنا، هي السب اراكينويد سبيس. دي موجوده فين؟
موجودة ما بين صب يبقى تحت، يبقى موجودة ما بين الأراكينويد والبايوت، هي دي. طب دي فيها ايه بقى؟ دي فيها سي اس اف، يبقى مهمة جدا بالنسبة لنا. دي فيها اهم حاجة بالنسبة للسباينر كورد اللي هو السائل بتاع السباينر كورد. فيها الليجامنت اللي هتعمل سبورت للسباينر كورد. ايه الليجامنت دي بقى؟ هما ثلاثة ليجامنت، الفايلم ترمينال اللي اتكلمنا عنه قبل كده، اللي قلنا مصنع من خلال البايا، الليجامنتم دنتيكولاتم والسب اراكينويد سبتم. الليجامنتم دنتيكولاتم دي جايه من الكلمه نفسها، دنتيكولاتم يعني عامله زي ما يكون اسنان كده. هي فعلا 21 سنه طالعه من الجنب كده، بتعدي من الناحيه دي للناحيه الثانيه وتعمل سبورت كده انها تمشي كده بالمنظر ده. 21 سنه العدد مهم بالنسبه لنا. بعدين الليجامنت اللي بعده اللي هو سب اراكينويد سبتم، ده ممتد من البوستيريور ميديان سبتم زي ما وصفناه قبل كده. البوستيريور ميديان سبتم ده للاراكينويد ماتر. بعدين نيجي للابلايد اللي مهمه بالنسبه لنا اللي هي اللامبر بانكتشر. لامبر بانكتشر يعني انا بدخل نيدل في السباينال سب اراكينويد سبيس عند نهايه السباينال كورد. طب انا اعرف منين ان السباينال كورد ده خلص؟ مش احنا قلنا ان السباينال كورد بيخلص في الديسك ما بين L1 و L2؟ انا عايز اضمن بقى ان انا وصلت للحته اللي ما كنش فيها سباينال كورد خالص. الحته دي فين بالظبط بقى؟ عند التيب بتاعت L4 سباين. طب انا اعرف منين ان انا في المنطقه دي؟ رسموا خط كده imaginary line يربط ما بين ال highest point of iliac crest اللي هو الكريست اللي موجود في الهيب بون. وبالتالي انا كده ما عنديش سباينال كورد خالص في المنطقه دي، فهدخل النيدل عادي، اسحب السي اس اف اللي انا عايزاه واخرج عادي خالص. بستخدم الموضوع ده في ايه؟ يا اما diagnostic يا اما therapeutic. diagnostic ان انا هقيس السي اس اف بريشر علشان خاطر اعمل analysis لو واحد عنده meningitis، او ان انا اعمل انجكت اير علشان بقى واحد عايز اعمل له اكس راي. طب ثيرابيوتيك ازاي؟ ان انا بشيل شويه من السي اس اف ده علشان بيكون عامل انتراكرانيال تنشن عالي جدا، او بستخدمه كانتيبايوتيك ان انا ادخل انتيبايوتيك من خلال النيدل دي، او اعمل له انستيزيا. ودي اهم حاجه، بعمل سباينال انستيزيا للناس اللي هي بيبقوا حالات الولاده، بيستخدموا الموضوع ده في حالات الولاده. نيجي بقى للانترنال فيشرز، دي حاجه بسيطه جدا زي ما شايفين في الرسمه كده، ان السباينال كورد مكون من جراي ماتر ووايت ماتر. طيب الجراي ماتر بتبقى مكونه من انتيريور هورن وبوستيريور هورن، ولو انا في اوتونوميك بيبقى عندي اللاترال هورن. تمام كده، ده بالنسبه للجراي ماتر. الوايت ماتر بتكون من انتيريور كولوم وبوستيريور كولوم ولاترال كولوم. الكلام ده عادي جدا وسهل وما فيش اي حاجه، بقول لك ان في هنا سنتر كلاني على كلام طبيعي جدا، وفي هنا انتيريور ميديان سالكس وبوستيريور ميديان سبتم. بعدين هنتكلم شويه عن النيرفز. بيقول لك ان الانتيريور هورن ده موتور والبوستيريور هورن ده سنسوري، كلام عادي. وبعدين بيقول لك ان الانتيريور هورن اللي هو الموتور بيطلع كده، والبوستيريور هورن اللي هو السنسوري يطلع كده، وبعدين يتجمعوا مع بعض يعملوا ميكسد نيرف. وبعدين الميكسد نيرف ده يتقسم لتوري ماي، انتيريور ريموس وبوستيريور ريموس. وان الانتيريور ريموس ده بيبقى كل الانتيريور ريموس بيكون بلكسس ما عدا ال 12 ثوراسيك اللي هو بيعملوا انتركوستال نيرفز. والبوستيريور ريموس ده بوستيريور فبيعمل سبلاي للماسلز والسكين بتاعه الباك. تمام. وبعدين قال ان بوس ريماي بتاعه سي 1 اللي هو اول واحد خالص سيرفايكل بيبقى بيورلي موتور، ما بيبقاش فيه سنسري. وفي حاجه اسمها ريكارنت مينينجال نيرف، ده اول واحد من الميكسد سباينال نيرف، ده بيبقى فوق الانترفيرتيبرال فورامين على طول. وبعدين بيعمل رينتر تاني، يعني يدخل تاني السباينال كانال من خلال الانترفيرتيبرال فورامين علشان يعمل سبلاي للديورا والبريوستيوم والبلود فيسلز والانترفيرتيبرال ديسك. ده بيبقى مهم جدا في الريفيرد بين، ان انا بخرج من السباينال كورد وبرجع له تاني، فانا بعمل كده ريفيرد بين واوكسيبيتال هيدك. هنا بقى عندنا النيوكلاي واللامينا، دي موجوده بالتفصيل جدا في الهيستولوجي، فمش هنضيع وقت فيها هنا في الانتو. هنتكلم عن التراكس. والتراكس بالنسبه لنا المفروض نعرف بس هي ماشيه ازاي، يعني كشكل ماشيه ازاي، لكن هي مش هتجيلنا في الاسي ولا في اي حاجه، هي بس ان انت تكون فاهم الدنيا عامله ازاي. طيب احنا مقسمين التراكت الى السندنج تراك وديسندنج تراك. السندنج تراك اللي هي السندنج تراك والديسندنج اللي هي بيراميدال والاكسترا بيراميدال. هنتكلم عن الاسندنج، واحنا اصلا يعتبر واخدينهم كلهم اللي هم الجراسيل والكونيات والانتيريور واللاترال سباينو سلامك تراكت والفنترال او الانتيريور سباينو سلامك تراكت. هنتكلم بس مشيوا ازاي، وبعدين هنعرف الليجنز، لان الليجنز هي اللي مهمه بالنسبه لنا وهي اللي بتيجي اسي. طيب تمام، احنا عندنا اي تراك بيمشي في ثلاثه نيورون،
أول نيورون بالنسبة لنا يعني معناه كلمة جانجليا، تاني نيورون معناه كلمة ديكاستيشن، تالت نيورون معناه إن هو وصل للسلمس وهيطلع بعد كده للكورتكس. طيب نعرف أول نيورون، طالما إحنا في حاجات جنرال سنسيشن يبقى إحنا في دورسال رود جانجليا، ودي بيبقى اسمها سودو يونيبولر جانجليا. إنما لو أنا في حاجات سبيشيال سنس يبقى أنا بتكلم في جانجليا باي بولر. باي بولر يعني ليها اتنين بودي. تمام كده، يبقى انا كده وصلت فيرست اولد اوردر نيورون، السنسيشن وصلتني من خلال جانجليا، بعدين هنقلها من خلال الجانجليا دي الاكسونز بتاعه الجانجليا عملت ديكاستيشن للناحيه الثانيه وتطلع في البرين ستيم كلمنسكال. يعني ايه بقى كلمه كلمنسكال؟ لازم نعرف حاجه بسيطه جدا كده اسمها الفرق ما بين المنسكاي والتراك والكوميشن. التراك هما شويه باندل كده من نيرف فايبر مشيوا ليهم نفس الاوريجين ونفس التيرمينيشن ونفس الفانكشن، موجودين خارج السي ان اس. انما المينسكاي هما كولكشن من فايبرز، اكتر فايبرز كتيره جدا طلعت في نفس، هما شويه يعني شويه تراكتات كده اتجمعوا وعملوا من المينسكاي وطلعوا في البرين ستام. كوميشر بقى يعني ايه؟ كوميشر يعني حاجه بتعمل كونكشن، حاجه شويه فايبرز كده بيعملوا كونكت ما بين الرايت والليفت سايد اوف سي ان اس. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو اللي كان التراك اللي هو جراسيل وكونيت. هنبتدي بقى هو بدأ منين ووصل فين. اهم حاجة في التراك نعرف هو مسؤول عن ايه. التراك اللي هو جراسيل والكونيت ده شايل بروبريوسبشن. جراسيل يعني حرف ال، يبقى دي شايلة من اللور، من اللور بارت اوف بودي تحت تي 6. كونيت فيها حرف اليو، يبقى شايلة من الابر بارت اوف بودي اللي هو above تي 6. طب نعرف بقى بدأ منين؟ قلنا ان احنا عندنا اي تراك يبقى بدأ عندنا first order neuron بتاعه اللي هو pseudo unipolar dorsal root ganglia، هيدخل للسباينال كورد من خلال الدورسال روت لان هو sensory اصلا، هو احساس بالproprioception. مش احنا قلنا ان هو بيشيل proprioception؟ يبقى ده sensory يدخل من خلال الدورسال روت. بعدين بيقولك البوزيشن بتاعه في السباينال كورد، موجود في البوستيريور وايت كولم. البوستيريور وايت كولم اللي هو المنظر ده، ده البوستيريور وايت كولم. الجراسيل بيبقى جراسيل في حرف الجي، يبقى جوه، يبقى موجوده ميديالي. كونييت لاترالي، كونييت وقلنا في حرف اليو يبقى موجوده فوق تي 6. تمام. لامينيشن، اللامينيشن بتاعته او يعني الليمتس بتاعته ان الدورسال اللي هو البوستيريور كولم الكوكسيجيال والساكرال تبقى موجودة ميديالي. نفهم بقى الكلام ده ازاي؟ الكوكسيجيال والساكرال ده معنى ايه؟ معنى ان هو لور، لور قلنا فيها حرف ال، والجراسيل فيها حرف ال، يعني هي جاية متشالة من خلال الجراسيل. والجراسيل دي اصلا كانت موجودة، جراسيل بحرف الجي كانت موجودة جوه يعني ميديالي. يبقى لما نقول لامينيشن او موجودة فين بالنسبة للسباينال كورد، هتبقى الكوكسيجيال والساكرال اللي جاية من تحت من اللور متشالة عن طريق الجراسيل، الجراسيل اللي هي موجودة ميديالي. اما السيرفايكال اللي من خلال الكونييت، الكونييت جايه من السيرفايكال من الابر موجوده لاترالي، فتبقى هي كمان الحاجات السيرفايكال فايبرز موجوده لاترالي. الترمينيشن او التراك اللي انا فيه ده خلص فين؟ الجراسيل والكونييت تراك بيخلص على الجراسيل والكونييت نيوكلاي اللي موجوده في المضاد، وبعدين يروح طالعين يكملوا طريقهم. بقى هم وصلوا لغايه المضله هيطلعوا يكملوا طريقهم، بس بيبقى في شويه فايبرز كده بتبعت حاجات كولاترال، يعني شويه فايبرز لو انا ماشيه كده تبعت كولاترال كده، تروح منتهيه فين؟ عند الدورسال هورن بتاع السباينال كورد. نيجي بقى نتكلم شويه عن شويه ديتيلز في كل حاجه في الجراسيل والكونييت تراك. قال لك وظيفته ايه؟ بروبريوسبشن وفاين تاتش. بروبريوسبشن اللي هي ايه؟ اللي هي سنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت وسنس اوف فايبريشن، يعني احس بصباعي وهو بيتحرك، وهو واقف مكانه، وهو واقف ولا متني، واحس بالحركه اذا كان بيتحرك كده ولا بيتحرك كده. والفاين تاتش اللي هو تاكتايل ديسكريميشن وتاكتايل لوكاليزيشن. تاكتايل ديسكريميشن يعني افرق اذا كان حد بيلمسني في نقطه ولا نقطتين، وتاكتايل لوكاليزيشن يعني لو حد لمسني في النقطه دي اقدر احدد انا بالظبط ان هو لمسني في النقطه دي. وستيروجنوزس يعني لو حد حط في ايدي قلم اقدر احس وانا مغمض عيني ان ده قلم، لان انا بالنسبه لي السنس ده معروف. طيب زي ما قلنا قبل كده ان اي تراك ليه فيرست اوردر نيورون وسكند اوردر نيورون وثيرد اوردر نيورون. احنا مش هنعيد الكلام ده تاني، احنا بس هنتكلم، هنبص كده على الرسمه وهنتكلم الكلام البسيط ده خالص. قلنا ان الفيرست اوردر نيورون العلامه بتاعته ايه هي؟ اللي هي سودو يونيبولار جانجليا اللي هي دورسال روت جانجليا.
انا طلع لي عندي بريفرال ريسبتور وسنترال ريسبتور. البريفرال ريسبتور البريفرال بروسيسز دي قصدي جايبه سنسيشن من الريسبتورز. الريسبتورز بتاعتي في حاله الجراسيل والكنيت تراكت هي عباره عن التندونز والجوينتس والمسلز، لان انا بنقل سنسيشن بايه، بنقل سنسيشن ببوزيشن وبموفمنت، فمحتاجه دي ريسبتورز. السنترال بروسيسز دي بقى احنا قلنا ان قسمنا الجنجليا الى بريفرال بروسيس وسنترال بروسيس. البريفرال بروسيس اللي هو الريسبتور، السنترال بروسيس بقى هيعمل ايه، هيمشي للسباينال كورد من خلال الدورسال روت. وبعدين قسمناه زي ما قسمنا قبل كده، ان الفايبرز اللي جايه من اللور بورت هتبقى جايه من خلال الجراسيل، والفايبرز اللي جايه من الابر بورت هتبقى جايه من خلال الكونييت. وزي ما قلنا ان الجراسيل موجوده ميديالي والكونييت موجوده لاترالي، ده مجرد تكرار للكلام مش اكتر. وبعدين هنا السكند اوردر نيورون، ان الجراسيل والكونييت احنا وصلنا لغايه ان الفيرست اوردر نيورون طلع لغايه الجراسيل والكونييت نيوكلاي اللي موجوده في المظله. الاكسونز بتاعه النيوكلاي دي هيمشوا هيعملوا كروس في الميديان بلين، يعني عدوا الناحيه الثانيه من خلال الانترنال اركويت فايبرز، عملوا سنسوري ديكاستيشن. بس الديكاستيشن في الحاله دي اتعمل فين؟ اتعمل في المظله، ما اتعملش في السباينال كورد. يعني لو حصل لي ليجن في السباينال كورد، انا الليجن بتاعي ابسي لاترال او في نفس الاتجاه، لان انا عملت الديكاستيشن فين؟ بعد ما وصلت للمظله مش السباينال كورد خالص. تمام كده، انا عملت الديكاستيشن في المظله من خلال فايبرز اسمها انترنال اركويت فايبرز، والديكاستيشن ده سنسوري. عديت في الناحيه الثانيه، هطلع في البرين ستيم كحاجه اسمها ميديال لمنسكس. واتكلمنا قبل كده وعرفنا معنى كلمه لمنسكس، ان هي شويه تراكس كتيره كده وفايبرز كتيره طلعت في البرين ستيم لغايه لما اوصل للسالاموس. ابدا ثيرد اوردر نيورون بقى، السالاموس في النيوكلاي اللي هي فنترال بوسترولاترال نيوكليس، لان انا جايبه سنسيشن من البادي كله، فهيبقى هتبقى دي هي النيوكلاي المسؤوله عن الموضوع كله. هتطلع بعد ما وصلت للسالاموس، هطلع من خلال البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول، واعمل بعد كده من خلال الكورونا رادياتا، هوصل لغايه الكورتكس. دي بتبقى عباره عن اسطمبه محفوظه، ان انا بعد ما اوصل اي سنسيشن للسالاموس للنيوكلاي دي اللي هي بافلن للسالاموس، هطلع في البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول، وبعدين هتفرع كده في المنظر اللي اسمه كورونا رادياتا، وبعدين اوصل للكورتكس. بعدين الانكونشس بروبريسبشن دي مش مهمه. بعد كده التراك اللي بعده اللي هو لاترال سباينو سلاميك تراك. التراك ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن البين والتمبريتش. طيب بدأ من التراك ده، بدأ من لامينا 1 و4 و8، والكلام بتاع اللامينا ده المفروض ان احنا حافظينه من خلال الهيستولوجي. وبعدين هيعمل ديكاستيشن فين؟ ديكاستيشن في الفنترال وايت كوميشن، يعني عمل ديكاستيشن بالظبط لو قلنا ان هو عمل ديكاستيشن قدام السنترال كانال. فبالتالي لو انا حصل لي ليجن في السباينال كورد، يبقى التراك ده هيتاثر بس على الناحيه العكسيه. هنعرف الكلام ده اكتر دلوقتي. البوزيشن بتاعه في السباينال كورد ان هو هيطلع في اللاترال وايت كولم ميديا للانتيريور سباينو سيريبيلر تراك. ده الكلام ملوش مش مهم ده مش مهم خالص دلوقتي، المهم عندنا اللي جاي. اللامينيشن ان السيرفايكال هتخلص ميديالي، وده الطبيعي ان اللي فوق بيخلص ميديالي، والساكرال هيخلص لاترالي. بعدين الترمينيشن او نهايته هتبقى ازاي؟ ان هو هيخلص انه يطلع في البرين ستيم كسباينال لمينيسكس، علشان يوصل للبافلن بتاعه السالاموس. زي ما اتكلمنا وقلنا قبل كده ان اي تراك جاي من البطي هيخلص على النيوكلاي اللي هي اسمها بافلن في السالاموس. قلنا ان اي تراك ليه 3 اوردر نيورون، وقلنا اول نيورون هعرفه ازاي؟ هعرفه من كلمه دورسال روت جانجليا اللي هي سودو يونيبولر جانجليا، وان الجانجليا دي ليها بريفرال بروسيس وسنترال بروسيس. البريفرال بروسيس دي قلنا اللي هي الريسبتور. انا الريسبتور بتاعي انا بشيل بين وتمبريتشر، يبقى الريسبتور بتاعي موجود في السكن اللي هي الفري نيرف اندنج اللي بتحس بالاحاسيس دي اللي هي بين وتمبريتشر. السنترال بروسيس دي المفروض ان هي اللي بتدخل لي السنسيشن بقى للسباينال كورد، بتدخله لي من خلال الدورسال روت، لان انا احاسيس سنسوري هدخل من خلال الدورسال روت. لو قلنا ان ده السباينال كورد، يبقى انا هدخل من خلال الدورسال روت ده. هتقسم بعد كده لفايبرز اسندنج وفايبرز ديسندنج، وده بيعمل تراك كده صغير اسمه لساور تراك، وبرده موجود في الهيستولوجي، وهو مش مهم بالنسبه لنا كاناتومي. يعني السكند اوردر نيورون، قلنا كلمه سكند اوردر نيورون يعني ديكاستيشن. فانا الفايبر بتاعي دي هتعمل ديكاستيشن فين بقى؟ في الفنترال كوميشن، يعني قدام اللي هي السنترال كانال، وتطلع في اللاترال وايت كولم كلاترال سباينو سلاميك تراك. والفايبر ده بيعمل تراكت
بيعمل لامينيشن، السيرفايكال تبقى موجوده ميدالي والسكرال تبقى موجوده لاترالي زي ما قلنا قبل كده في العنوان الهام. وبعدين هيطلع في البرن، اي تراك لازم يطلع في البرن ستيم يتحول لحاجه اسمها المنسكس. المنسكس هنا هيبقى اسمه سباينال المنسكس، يوصل للثالاموس، وده اخر حاجه بالنسبه لي ان انا الثيرد اوردر نيورون اوصل للثالاموس. بعدين الاسطمبه اللي قلنا عليها ورا، ان انا لما بوصل للثالاموس الاكسونز بتاعه النيوكلاي اللي هي البيفلن اللي هي فينترال بوستيرو لاترال نيوكليس اوف ثالاموس، بوصل للبوستيرير ليمب في انترنال كبسول، وبعدين بعمل المنظر اللي هو اسمه كرونا رادياتا، يعني الفايبرز تتفرع كده، وبعدين اطلع في السنسوري اريا بتاعه الكورتكس. تمام، بيديك معلومه بسيطه بقى كده ان البين والتمبريتشر، احنا كل ده بنتكلم بين وتمبريتشر من البادي. طب لو جيت اتكلمت عن بين وتمبريتشر من الفيس، اي حاجه تخص الفيس يبقى ليها علاقه بالترايجيمينال نيرف. الفيرست اوردر نيورون هيبقى اسمه ترايجيمينال جانجليا، لان انا جايه من الترايجيمينال نيرف. دي بتتكون من سودينيبولر سيلز زي بالظبط الدورسال روت جانجليا. السكند اوردر نيورون هيبقى السباينال نيوكليس بتاعه الترايجيمينال، وده برضو موجود في الهيستولوجي بالتفصيل، اللي هو الباس واي بتاع البين والتمبريتشر من الفيس، ان انا اتشلت من خلال الترايجيمينال نيرف، وبعدين الفيرست اوردر نيورون هو الترايجيمينال جانجليون، السكند اوردر نيورون هو السباينال نيوكليس اوف ترايجيمينال، الاكسونز عدت الناحيه الثانيه عملت ترايجيمينو سلاميك تراكت، تطلع وتنتهي عند الفنترال بوسترو ميديال نيوكليس اوف ثالاموس اللي هي البيفمن اوف ثالاموس. يبقى هو ده الفرق ما بينها وما بين البادي. البادي بيخلص عند البيفلن، انما الفيس بيخلص عند البيفمن اوف ثالاموس. وبعدين بعد الثالاموس هنقول الاسطمبة العادية جدا بتاعتنا، اللي هي هيطلع في البوستيريور ليمب في انترنال كابسول، وبعدين الكورونا رادياتا، وبعدين السنسوري اريا بتاعت الفيس في السيريبرال كورتكس. بعدين في شوية ابلايز كده يعني مش مهمين بس هنقولهم برضو. هيربس زوستر وبين ميديوليشن. الهيربس زوستر ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن فيروس صاب الدورسال روت جانجليا، فبالتالي هيكون شوية فيسيكلز كده عبارة عن بين وسكين فيسيكلز في الكورسبوندنج درماتوم. البين موديوليشن يعني انا بغير في البين، في احساس البين، يا اما اعمله سبريشن اقلله، او اعمله سنسيتايزيشن ان انا اخلي الاحساس بالبين يبقى زياده قوي. السبريشن ازاي بقى؟ السولجرز اللي هم الناس المحاربين، لو ضربوا برصاص او حاجه مش بيحسوا في وقت الحرب وبيكملوا الحرب بتاعتهم عادي. طب ايه اللي خلاهم ما حسوش؟ في اتنين سيستم، يا اما اللي هي البري اكويداكتال جراي اريا، دي بتبقى موجوده في الميد برين، بتعمل انهيبيشن للترانسميشن اوف بين امبلسز في السينابس ما بين الفيرست والسكند اوردر نيورون. يعني البين باس واي ماشي عادي جدا، تيجي الاريا دي اللي هي اسمها بري اكويداكتال جراي اللي موجوده في البرين في الميد برين، تروح عامله له انهيبيشن، فبالتالي انا وقفت الباس واي، وقفت الباس واي بتاع البين، فبالتالي هو ما يحسش باحساس البين. الثيوري الثانيه اللي هي الجيت ثيوري، ان انا لما حد مثلا بيتعور بيقعد يعمل كده، بيقعد يعمل روبين كده، او يعني يقعد يطبطب على ايديه كده، ده بيعمل ايه؟ بيعمل ستيميوليشن للتاتش، فبالتالي انت شغلت الكورتكس باحساس تاني غير احساس البين، فده وقف برضو البين امبولسز في السينابس ما بين الفيرست والسكند اوردر نيورون. نيجي بقى للنوع التاني من البين موديوليشن اللي هو البين سنسيتايزيشن، ده على عكس التاتش. ده المفروض ان هو ان المفروض ان لما بيحصل بين لفتره طويله بيحصل معاه حاجه اسمها بين ادابتيشن، يعني ان الانسان يتعود على الالم ده. ده على العكس بقى خالص، بيبقى الشخص ده بيبقى عنده سلو ادابتيشن، يعني اي حاجه حتى لو كانت صغيره بيحس بيها جامد قوي، وحتى لو حاجه مش مؤلمه بقى بيحس بيها اكنها مؤلمه. ده بيبقى اسمه هايبر الجيزيا. دي بتبقى غالبا بتحصل في السيرجيكال اوبريشن، يعني واحد عمل عمليه فحصل له في النتيجه او السايد افكت بتاع العمليه هو الموضوع ده اللي هو البين سنسيتايزيشن. طب بعالج البين ده ازاي؟ بعالجه بثلاث حاجات، يا اما اديله دراجز زي المورفين. المورفين ده عارفين ان هو مخدر، فهو بيعمل تاثير ان هو يوقف البين ده من خلال انه يعمل اكتيفيشن للبري اكويداكتال جراي اريا، او ان انا بنفسي بقى اعمل ستيميليشن للبري اكويداكتال جراي من خلال ثلاث حاجات زي ما خدنا في الفسيولوجي، ان انا اعمل له الكتريكال ديفايس او الاكوبانكتشر اللي هي الابر الصينيه او الهايبونوسيس دي. سيرجيكال بقى ان انا بشيل له الحته المسؤوله عن الالم، ده زي الناس اللي بيوصلوا لمرحله الكانسر بيبقى الالم عندهم جامد جدا،
فبالتالي بيعملوا لهم يا اما نيرف بلوك يوقفوا لهم النيرف المسؤول عن البين، او يشيلوا لهم البوستيريور روت كله اللي بينقل السنسوري امبلسز. فبالتالي انا وقفت الحته اللي داخله لها بين، فخلاص كده البين مات، او ان انا اعمل له انترولاترال كوردكتومي. كل الحاجات دي سيرجيكال، المفروض ان احنا ما بنلجئلهاش خالص الا لو العيان وصل لمرحله جامده جدا. اشيل الفرونتال لوب علشان اشيل الاحساس المؤلم الاحساس السيء بالقلب. نيجي بعدين للتراك الثالث اللي هو الفنترال سباينو سلامك تراك. الفنترال سباينو سلامك تراك ده المسؤول عن الكرو تاتش والبريشر. زي ما اتكلمنا هنعرف الفيرست اوردر نيورون والسكند اوردر نيورون والثيرد اوردر نيورون. التراك ده بادئ منين؟ بادئ من لامينا 4 ولامينا 7، والكلام ده برضو موجود في الهيستولوجي. الاكسونز بتعمل ديكاستيشن في الفنترال وايت كوميشن مع مين؟ مع اللاترال سباينو سلامك تراك. بس ده ما بيطلعش لاترال بقى، لا ده بيطلع انتيريور او فنترال، او في الانتيريور يعني، والفنترال وايت كولم. يعمل لامينيشن فين او وضعه فين؟ وضعه السيرفايكال بيبقى موجود ميديال، والساكرال بيبقى موجود لاترال، وده الطبيعي يعني. الترمينيشن او بيخلص فين؟ بيخلص برضو في البافلن بتاعه السلامس بس، وبيطلع في البرينستم بس كميديال لمنسكس مش سباينال. احنا قلنا اللاترال لمنسكس كان بيطلع كايه؟ كان بيطلع كسباينال لمنسكس. نتكلم بقى عن النيورونز. الفيرست اوردر نيورون زي ما اتكلمنا وقلنا ان هي اسمها دورسال روت جانجليا. الجانجليا دي هي اللي بتنقل لي السنسيشن ان انا احس بان لو في قطنه جت عدت على ايديا، هو ده احساس الكروت تاتش. وقسمنا الدورسال روت جانجليا اللي ليها بريفرال بروسيس وسنترال بروسيس. البريفرال بروسيس هي دي اللي ليها علاقه بالريسبتور، هي اللي جايبه التاتش والبريشر من الريسبتور. السنترال بروسيس هي اللي بتدخل السباينال كورد من خلال الدورسال روت علشان تنتهي على النيورون في اللامينه المختلفه من الجراي ماتر بتاعه السباينال كورد، اللي هي المفروض ان هي لامينه 4 ولامينه 7 زي ما اتكلمنا قبل كده. السكند اوردر نيورون اللي هو الفنترال وايت، اللي هو الاكسونز بقى هتعمل ديكاستيشن فين؟ مش احنا قلنا سكند اوردر نيورون يعني معناها كلمه ديكاستيشن ان هي تعدي الناحيه الثانيه، يعني هتعمل ديكاستيشن في الفنترال وايت زي ما بصين في الرسم كده، في الفنترال وايت كوميشن علشان تروح للناحيه الثانيه. بس هتروح للناحيه الثانيه ايه؟ برضو فنترال، مش هتعدي لاترال. يعني لو بصينا عشان نعمل مقارنه، الثاني كان بيعدي لاترال انما ده بيعدي فنترال او انتيريور، ويطلع كفنترال سباينو سلامك تراكت. وبعدين هيخلص الفنترال سباينو سلامك تراكت بان هو يكون ميديال لمنسكس ويطلع ينتهي في البيفلن بتاعه السلامس. وبعدين هنقول الاسطمبه المعروفه بتاعتنا ان بعد البيفلن هيبقى عندنا البوستيريور لمب اوف انترنال كبسول، بعدين هتتفرع كده للكورونا رادياتا. كورونا رادياتا يعني رادياتا يعني راديشن اشعاع كده، عشان توصل للسنسوري اريا بتاعه الكورتكس. بعدين بيقول لك هنا معلومه صغيره، ان مش كل السباينو سلامك فايبرز اللي هم فنترال ولاترال ينتهوا، مش لازم يعني ينتهوا عند البيفلن، لا ممكن ينتهوا عند نيوكلاي نون سبيسيفيك موجوده برضو في السلامس اسمها انترا لامينر نيوكلاي او ميد لاين نيوكلاي، والفايبرز دي تبقى مسؤوله عن الاراوزال بيهافير. هي معلومه صغيره كده عادي. في بقى اذر اسندنج تراكس، دي مش مهمه بس هنعرف وظيفتهم بس ببساطه. سباينو ريتيكولار تراكت يعني جايه من السباينال كورد راح للريتيكولار فورميشن، وسباينو تيكتال تراكت جايه من السباينال كورد رايحه للتيكتوم. طيب اهم حاجه في السباينو تيكتال تراكت دي ان هي مسؤوله عن ان لما حد مثلا ينادي او يعمل صوت انا حرك راسي علشان ناحيه الصوت او ناحيه الستيمولس ده. التراكت ده جاي منين؟ جاي من شويه ارياس كده في السيريبرال كورتكس. احنا اصلا بنشرح ايه؟ بنشرح descending يعني حاجات نازله من الكورتكس رايحه الاماكن هنقولها دلوقتي. طيب هو جاي من الكورتكس من ارياز موجوده في الكورتكس اللي هي اريا 4 واريا 6. الارياز دي موتور اصلا، علشان هو التراك ده مسؤول عن الموتور اكشنز، بس لازم كفايبرز موتور يجي لها فايبر سنسوري تعمل لها سبلاي. جاي له فايبرز من اريا 3 و1 و2. بعدين هيمشوا ازاي بقى؟ هيمشوا بعد ما ينزل من الكورتكس هيتفرق كده في الكورونا رادياتا، وبعدين هينزل في الانتيريور تو ثيرد وبوستيريور لامب اوف انترنال كبسول، وبعدين هينزل في الميدل 3 على 5 من الكروس سيريبري. كروس سيريبري دي اللي هي بتاعه الميد برين. وبعدين هيروح متفرق باندلز كده متفرقه في البونز،
بعد ما نزل في البونز هيروح مكون البيراميد في المضلة. يبقى احنا كده لما نركز هنعرف ان احنا ماشيين بنفس الترتيب كده، كورتكس وبعدين بعد الكورتكس ميد برين، بعد الميد برين بونز، بعد البونز عملت مضلة بيراميد في المضلة اوبلونجيت. 80% بقى من الفايبرز في اللور بارت بتاع المضلة هيعملوا الموتور ديكاسيشن، وبعدين هينزلوا في السباينال كورد كلاترال عشان هي عملت ديكاسيشن، لاترال كورتيكو سباينال تراكت اللي هيمشي في اللاترال وايت كورد. في شويه بقى مش هيعملوا كروس، هيبقى اسمهم انكروزد فايبرز، هينزلوا في السباينال كورد كانتيريور كورتيكو سباينال تراكت. في بقى انكروزد كورتيكو سباينال، الانكروزد كورتيكو سباينال فايبرز دول يوزوالي بيبقوا بيعملوا كروس، برضو بيعملوا كروس بس في اخر حته في السباينال كورد. يبقى احنا عندنا فايبرز عملت كروس في اللور بارت اوف المضله، فعملت الموتور ديكاستيشن ونزلت في السباينال كورد كلاترال كورتيكو سباينال تراكت. في فايبرز ما عملتش كروس في المضله ونزلت في السباينال كورد كانتيريور كورتيكو سباينال تراكت، بس هتعمل كروس فين بقى؟ في اللور ليفل في السباينال كورد. بعدين اللامينيشن ان في الكورتكس البودي بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى مقلوب، بيبقى الرجل فوق والراس بتبقى تحت، بيبقى زي ما هنقرا كده upside down with the face area lower most and foot area موجودة على الميديال سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير. في الانترنال كبسول اهم حاجة في اللامينيشن بتاع الانترنال كبسول ان الفايبرز بتاعت الفيس بتبقى موجودة في الجينوم. الانترنال كبسول مكون من anterior limb والجينوم وposterior limb. اهم كلمه نعرفها ان الفيس موجود في الجينوم، والابر ليمب موجود موست انتيرير، واللور ليمب موجود موست بوستيرير. عادي يعني كلام عادي ان الابر ليمب موجود انتيرير واللور ليمب موجود بوستيرير. في الميد برين والسباينال كورد بقى اللاترال كورتيكو سباينال اللي هما اللاترال كورتيكو سباينال تراكت هيبقى السيرفايكال موجود ميديال والساكرال موجود لاترال. الترمينيشن في السباينال كورد الفايبرز اللي عملت كروس اللي هي لاترال كورتيكو سباينال تراكت، احنا قلنا اسمها لاترال كورتيكو سباينال تراكت، يبقى هتخلص فين؟ هتخلص في اللاترال جروب بتاع الانتيريور هورن سيل. انما الفايبرز اللي ما عملتش كروس اللي هي الانتيريور كورتيكو سباينال هتخلص فين؟ في الميديال جروب بتاع الانتيريور هورن سيل. اللي خلصت لاترال هتعمل سبلاي لللمبس، اللي خلصت ميديال هتعمل سبلاي للترانك. طب في 2% بقى مش هيخلصوا في الحاجات اللي انا قلتها دي، لا دول هيخلصوا في السباينال اكسسوري نيوكليس بتاعه السيم سايد، دول هيعملوا سبلاي لايه؟ للاسترنو ماستويد مصر. الجمله المهمه بقى اللي جايه ان في شويه بيراميدال تراكت ما بيخلصوش في السباينال كورد او ما بيوصلوش للسباينال كورد، لا دول بينتهوا فين؟ بينتهوا عند موتور نيوكلاي اوف كرينيال نيرفز. يبقى انا عندي البيراميدال تراكت يا اما يخلص على السباينال كورد ويبقى اسمه لاترال كورتيكو سباينال او anterior cortico spinal، او يخلص عند motor nuclei ويبقى اسمه cortico nuclear او cortico bulbar، وده بيعمل supply للmuscles بتاعت الهيد. يجي يقولك بقى بعد كده ان الفايبرز دي بتبقى، الكلام ده كله مختصره ان الفايبرز كلها بتبقى bilateral ما عدا two exception. two exception للدبل كنترول ده بيبقى الاكسبشن اللي انا هقولها دي بتبقى unilateral. البارت بتاع الموتور نيوكلاي اوفيشال نيرف اللي بيعمل كنترول للمصل بتاعه اللور بارت اوف فيس، يعني انا لو عندي الفيس بالمنظر ده انا الجزء اللي فوق ده واصل لي باي لاترال يعني واصل لي نيرف من ناحيتين، انما الجزء اللي تحت ده يوني لاترال يعني واصل له نيرف من ناحيه واحده بس، يعني ده الجزء ده بيتحكم له نيرفين من ناحيتين وده بيتحكم له نيرفين من ناحيتين، انما الجزء اللي تحت ده واصل له نيرف واحد بس. يعني بالتالي لو انا حصل لور موتور نيورون ليجن في الجزء من الفيس اللي هو الجزء اللي تحت ناحيه الماوس ده بيحصل له انه بيبوظ الجزء اللي باظ ناحيته النيرف. او البارت كمان اللي هو الهايبو بارت من الهايبوكلوسال نيرف اللي متحكم في الجينيو جلوسس ماسل. هنقول الكلام ده تاني، احنا عندنا في دبل كنترول في كل حاجه، كل نيرف واصل للنيوكلاي واصل لها دبل كنترول من ناحيتين من التو سيريبرال هيمسفير، ما عدا حاجتين واصل لها يوني لاترال بس اللي هما البارت بتاعه الموتور نيوكليس اوفيشال نيرف اللي عامله سبلاي لللور بارت اوف فيس، والبارت من الهايبوجلوسال نيوكليس اللي عامله سبلاي للجينيو جلوسس ماسل اللي هي المسلز بتاعه الطقم. دول واصل لهم كونترا لاترال كورتيكو نيوكليار فايبرز،
يعني وصل لها من الناحية التانية واحد بس هو اللي عمل لها سبلاي. بعدين عندنا موضوع مهم جدا اللي هو الابر موتور نيورون واللور موتور نيورون. ايه بقى اللي هو الابر موتور نيورون واللور موتور نيورون؟ الابر موتور نيورون كل ما هو جاي من السريبرال كورتكس ينزل ينتهي عند الانتيريور هورن سيلز او الموتور نيوكلاي اوف كرينيال نيرفز. اللور موتور نيورون ده بقى النيرف اللي هو بيعمل سبلاي للعضله مثلا. النيرف ده جاي منين؟ جاي من الانتيريور هورن سيلز او من الموتور كرينيال نيرف نيوكلاي. هو ده اللور موتور. الابر موتور نيورون ليزون واللور موتور نيورون ليزون. الابر موتور نيورون ليزون ده معناه ان حصل ليزون في البيراميدال تراكت في البيراميد نفسه. اللور موتور نيورون ليجن لا ده حصل ليجن من اول الانتيريور هورن سيل او الموتور كرينيال نيوكلاي. الموفمنت نشوفها في الحالتين. الموفمنت في حاله الابر موتور نيورون ليجن بيفقد بس الفولنتري موفمنت، يعني انا ما بقتش قادر اعمل الحركه دي بارادتي، بس الانفولنتري والايموشنال سليمه لان النيرف اللي وصل للعضله سليم اللي هو اللور موتور. فبالتالي الحاله دي بيبقى اسمها باراليسيس اوف موفمنت، يعني الموفمنت نفسها هي اللي باظت انما العضله سليمه. في حاله اللور موتور نيورون بيبقى كل الموفمنت بتتفقد، لور وفولنتري وانفولنتري كلهم اتفقدوا لان العضله نفسها وصل لها نيرف، النيرف ده اتقطع، فيبقى انا حصل لي حاجه اسمها باراليسيس اوف ماسل. طب الماسل تون، الماسل تون في الحالتين، في حاله الابر موتور نيورون ليجن بيبقى اسمها كلاس بنايتس باستاستي. يعني ايه؟ يعني لما اجي اختبر الماسل تون بتاعه الراجل ده الاقيه في الاول الماسل تون بتاعته تقيله جدا وعنده زي ريجيديتي، وبعدين في الاخر الاقيه ايده بتفتح بسهوله جدا. ده بسبب ايه؟ بسبب الحاجات بسبب الفايبرز اللي بتعمل انهيبيشن باظت. الفايبرز دي المفروض انها كانت بتعمل سبريشن للستريتش ريفلكس. الفايبرز دي لما تبوظ يبقى انا بقى عندي الريفلكس بقى جامد قوي، بقى اكزاجيريتد، الريفلكس زاد جامد جدا. فبالتالي في الاول هتبقى تقيله وبعدين هتفتح فتحه، هتفتح ايده هتفتح جامد قوي. انما في حاله اللور موتور نيورون ليجن بيبقى عنده فلاسيديتي او هايبوتونيا، يعني ايده بتبقى مرخرخه جدا لان هو الاسترتش ريفلكس بتاعه بقى ضعيف جدا. طب بنعمل للراجل ده اختبار اسمه تندون جيرك. تندون جيرك ده يعني انا مثلا ركبته، لو هو قاعد الراجل كده ودي ركبته واروح انا خبطه على ركبته بالهامر، والمفروض ان رجله بتتحرك حركه بسيطه جدا لقدام. لو رجله اتحركت جامد جدا بيبقى الحاجه بيبقى الريفلكس بيبقى اكسجريتد زاد جامد. ده بيبقى عنده ابر موتور نيورون ليزون. بيبقى عنده كلونس. كلونس يعني ايه؟ يعني الاقي ركبته عماله تتحرك جامد جدا، فلكشن اكستنشن فلكشن فلكشن اكستنشن جامد جدا وبسرعه. انما في حاله اللور موتور نيورون ليجن لا، ده الراجل ده فقد كل الريفلكسز اصلا، فبالتالي التندون جيرك مش هيأثر معاه، فهلاقي ان الريفلكس نفسه لو اتفقد. السوبرفيشال ريفلكسز، السوبرفيشال ريفلكسز منهم الابدومينال والكريم استيركل ريفلكسز، ده بيبقى ابسنت، والدكتور ساعتها قالت ان تفسيره بيبقى في الماجستير. اللور موتور نيورون ليجن بيبقى يوزوالي نوت افكتد، ما بيتاثرش. البلانتر ريسبونس، بلانتر ريسبونس اللي هو المفروض ان انا بجيب رجل الراجل كده واروح عامله له سكريتشنج لللاترال سايد اوف فوت بمفتاح او اي حاجه، اروح انا عامله بمفتاح كده على اللاترال سايد. المفروض ان الطبيعي لاي انسان طبيعي انه يعمل بلانتر فليكشن، يعني لو دي رجله تروح رجله متحركه كده. انما الراجل اللي بيبقى عنده ابر موتور نيورون ليجن لا، ده العكس خالص، ده رجله بتتحرك ازاي؟ ده رجله بيحصل له دورسي فلكشن، يعني الاقي لو دي رجلي الاقي رجله اتحركت كده، يحصل دورسي فلكشن اوف بيك تو وفيلنج اوف اذر توز. دورسي فلكشن اوف بيك تو وفيلنج اوف الاوتر توز. الاتروفي في حاله الابر موتور نيورون ليجن بتبقى يعني دازنت اوكير، يعني لان احنا قلنا ان العضله نفسها سليمه. انما في حاله اللور موتور نيورون، في حاله اللور موتور نيورون بيبقى فيه ديفيوز اتروفي لان العضله نفسها النيرف اللي انا مودياه اتقطع. تمام كده. في الالكتريك ستيمولاي ده مش مهم لانه كان علينا في سنه اولى. الفلاسيد ابر موتور نيورون ليجن. طب منين بتقولي فلاسيد ومنين بتقولي ابر موتور نيورون ليجن؟ مش المفروض الابر موتور نيورون ليجن ده بيبقى عنده سباستيستي، ازاي يبقى عنده فلاسيديتي في نفس الوقت؟ قال لك بقى ده بيحصل في حته معينه في سلكتيف ليجن، لما يكون الليجن ده حاصل في الميدلري بيراميد، لما يكون حاصل في البيراميد نفسه، لان السبريسور فايبرز اللي هي جايه من الاريا 4 هربت راحت بعيده عن البيراميد، وبالتالي هي هربت من الانجري. يعني ايه؟ يعني انا عندي فايبرز المفروض ان هي جايه من اريا 4، الفايبرز دي بتبقى انهيبيتوري، بتعمل انهيبيشن للستريتش ريفلكس، فبالتالي الفايبرز دي مسؤوله عن الفلاسيديتي. فلو الفايبرز دي هربت وما جاتش ناحيه الليجن
يبقى هيحصل فلاسيد ابر موتور نيورون ليجن. بعدين الاكسترا بيراميدال مش مهم قوي، هنتكلم بعد كده عن البلود سبلاي او الارتيريال سبلاي اوف سباينال كورد. في ثلاثة ارتري هم المسؤولين عن ان يعملوا سبلاي للسباينال كورد: anterior spinal artery, posterior spinal artery, radicular او segmental artery. anterior spinal artery ده جاي منين؟ ال anterior spinal artery ده single artery جاي من اتحاد ال two anterior spinal artery. كل واحد منهم جاي كبرانش من ال vertebral artery او vertebral artery على الناحيتين، بعدين كون ال anterior spinal artery على الناحية دي وال anterior spinal artery على الناحية دي، وبعدين اتحدوا وكونوا anterior spinal artery على ناحية واحدة. بيمشي ازاي؟ بينزل من خلال الفورامن ماجنوم، يمشي على الانتيريور ميديان فيشر بتاع السباينال كورد، وبعدين يعمل ديستريبيوشن او يعمل سبلاي لايه؟ يعمل سبلاي للميديال بارت اوف مدلة اوبلونجاتا والانتيريور تو ثيرد اوف السباينال كورد. يعني بيعمل سبلاي لايه بالظبط من السباينال كورد؟ للانتيريور واللاترال وايت كولمز للانتيريور. انا عايزه اجيب رسمه بس عشان اوضح الدنيا. بيعمل سبلاي للانتيريور واللاترال وايت للانتيريور واللاترال وايت كولمز والدورسال انتيريور واللاترال وايت كولم والدورسال والفنترال هول اللي هو ده واللاترال هول. يبقى هنقول تاني بيعمل سبلاي لايه؟ بيعمل سبلاي لحاجه بسيطه في المدلة اللي هي الميديال بارت اوف مدلة اوبلونجاتا والانتيريور تو ثيرد من الكروس سكشنال اريا بتاعه السباينال كورد اللي هي فين بالظبط؟ اللي هي الانتيريور واللاترال الانتيريور واللاترال وايت كولم والفنترال هول واللاترال هول والبيز بتاع الدورسال هول، يعني حته صغيره كده من الدورسال هول. طيب نتكلم بعد كده على البوستيريور سباينال ارتريز. البوستيريور سباينال ارتريز ده طالع منين؟ كل بوستيريور سباينال ارتري طالع برضو من الفيرتيبرال ارتري او بيكون طالع من البوستيريور انفيريور سيربيلر برانش. مشي ازاي؟ مشي من خلال الفورامن ماجنوم، بس هو بوستيريور فهيمشي عند البوستيرولاترال سالكس ويتقسم لتو برانشز، واحد بيبقى انتيريور وواحد بيبقى بوستيريور للدورسال روت اوف سباينال نيرفز. بيعمل سبلاي لايه؟ بيعمل سبلاي للبوستيريور 1/3 اوف سباينال كورد اللي هي الحته دي بالظبط اللي هي البوستيريور وايت كولم والبوستيريور هول. بعدين الارتري اللي بعده اللي هو ريديكولار ارتري. الريديكولار ارتري ده بيطلع من حاجات كتير بقى، ممكن يطلع هو اهم حاجه ان هو توينز، يعني اتنين، واحد انتيريور ريديكولار وواحد بوستيريور ريديكولار. طالع من حاجات كتير، يا اما من الفيرتيبرال يا اما من الاسندنج سيرفايكال يا اما من البوستيريور انتركوستال يا اما من الفيرست رامبال ارتري. طيب مش ازاي؟ مشي من خلال ان هو دخل الفيرتيبرال كانال من خلال الاندر فيرتيبرال فورمن، وبعدين ادى انتيريور وبوستيريور ريديكولار برانش، وبعدين مشي من خلال الفنترال مشي من خلال الفنترال والدورسال روت علشان يعمل سبلاي للسيرفيس بتاع السباينال كورد، وبعدين كون حاجه زي سيركل كده من خلال انه عمل انستموز مع البرانشز بتاعه الانتيريور والبوستيريور سباينال ارتري، فاسمها ارتيريال فازا كورنا. برانشز من السيركل دي عملت سبلاي للبريفري بتاع السباينال كورد. وبعدين بيقول لك معلومه كده ان شويه من الريديكولار ارتري دول ممكن يكبروا ويبقى اسمهم فيدر ارتري، يعني اللي هي ارتريز مغذيه. واحد من الارتريز المغذيه ده اللي هو ادمز مش عارف ايه كده، ده بيعمل بيوصل بيبقى جاي من ال 11 انتركوستال ارتري، ده بيبقى يعتبر المين سبلاي بتاع اللور تو ثيرد اوف السباينال كورد. يبقى اهم حاجه هي بس الانستموز ما بين الانتيريور ريديكولار والانتيريور سباينال ارتري والبوستيريور ريديكولار والبوستيريور سباينال ارتري. وبيقول ان الارتريز اللي بتعمل سبلاي للسباينال كورد دي بتبقى اند ارتريز. تمام. بعدين الفينوس سبلاي عند الانتيريور ميديان، الانتيريور ميديان سيبتوم والبوستيريور ميديان سيبتوم، في هنا انتيريور ميديان فين وفي هنا بوستيريور ميديان فين. وبعدين بيقول ان في فور فينز موجودين عند الفنترال والدورسال روتس، وان الفينز دي بتتحرك فريلي مع ايتش اذر وممكن يتحدوا مع بعض كده وبعدين يخرجوا من خلال الانترنال فيرتيبرال فينوس بلكسس، يعملوا كوميونيكيشن مع الانترفيرتيبرال فينز عند البيز اوف سكال. اللونجيتيودنال فينز دي بتتحد مع السيريبيلر فينز والكرانيال فينوس ساينس، يعني ازاي الفينز اللي بتاعت السباينال كورد دي توصل للكرانيال فينوس ساينس.
بعدين وصلنا بقى لأهم حاجة أساسا في موضوعنا كله، اللي هي الليجنز. الليجنز هنقسمهم لإيه؟ هنقسمهم إلى ترانسكشن وهيميسكشن وسلكتف ليجن. نمسك ترانسكشن. ترانسكشن يعني لو أنا قطعت الكورد كله، لو أنا قطعت فوق C5 أنا كده هيحصل دس، لأن أنا قطعت عملت باراليسس للحاجات اللي هتعمل سبلاي للديافرام والانتركوستال موسلز، يعني ما بقاش في تنفس يعني هيموت. طب لو انا قطعت ما بين C5 و T1 هيحصل كوادريبليجيا، يعني ايدينه الاثنين ورجلينه الاثنين مشلولين. طب لو قطعت تحت T1 يبقى بارابليجيا، يعني رجلينه الاثنين مشلولين. طب لو هيمي سكشن بقى، يعني انا قطعت جبت السباينال كورد كده وقطعته بالنص، هيحصل بقى 3 ليجن، يا اما هيحصل في نفس الليفل اوف ليجن، وهيحصل تحت الليفل اوف ليجن ابسيلاترال، وهيحصل تحت الليفل اوف ليجن كونترالاترال. عند الليفل اوف ليجن هيحصل ابسيلاترال لوز اوف اول تايب اوف سنسيشن، لان انت لما قطعتي، يعني انا قطعت كده جبت السكينه ورحت قاطعه السباينال كورد بالعرض كده، انت كده بوظتي الدورسال روت، فبالتالي كل السنسيشن اتفقدت ابسيلاترال. وعملت كمان ابسيلاترال لوور موتور نيورون ليجن، لان انا دمرت الانتيريور هورن سيل. يبقى انا كده لما قطعت كده انا بوظت حاجتين، بوظت الدورسال روت وبوظت الانتيريور هورن سيل. طب الدورسال روت ده كان ايه علاقته؟ كان بيعمل لي السنسيشن، يبقى انا بوظت ابسيلاترال سنسيشن، يعني في نفس الاتجاه. لو انا بقى قطعت الانتيريور هورن سيل، الانتيريور هورن سيل اللي هي مسؤوله عن حاجات الموتور، اللي كان بيطلع منها اللور موتور نيورون اللي هيروح يعمل سبلاي للعضله الفلانيه، انا كده قطعته، يبقى يحصل ابسيلاترال لور موتور نيورون ليجن. طيب بلو ليفل اوف ليجن، يعني تحت الليفل اوف ليجن بقى هيحصل ايه؟ ابسيلاترال. هيحصل اني هفقد كل البروبريوسبتيف سنسيشن، لان انا دمرت برضو البوستيرير كولوم، وهيفقد كل، يعني لو ننظر في الرسمه كده هفقد كل البروبريوسبشن على نفس الاتجاه ده الليفل اوف ليجن، اللي هو الراجل هنا في المنطقه دي، الليفل اوف ليجن ده تحته بقى في نفس الاتجاه، انا فقدت كل البروبريوسبشن، ما بقاش حاسس باي حاجه. البروبريوسبشن اللي هي سنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت، لان انت دمرتي البوستيرير كولوم. وكمان هيفقد الابر موتور نيورون، لان انا اثرت على اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. طب تحت الليفل اوف ليجن بس كونترالاترال، نبص برده على الرسمه. كونترالاترال ايه الحاجات السنسيشن اللي كانت بتبقى كونترالاترال وتعدي الناحيه الثانيه؟ اللي هي البين والتمبريتشر، اللي هو اللاترال سباينو سلاميك تراكت. بعدين بقى الليجن اللي بعده اللي هو سرينجوميليا. سرينجوميليا ده اللي هو ليه اسم ثاني، اللي هو اسمه جاكيت لايك سيندروم. ده بيبقى عامل ازاي بقى؟ بيبقى سبيشالي في الفيمين اللي بيكبروا في السن، بيبقى السنترال كانال اهي مثلا، يحصل كابيتيشن حوالين السنترال كانال في السيرفايكال والابر ثوراسيك سيجمنت، فيحصل بعد كده ايه؟ ادمر كل الفايبرز اللي شايله بين والتمبريتشر، فيفقد البين والتمبريتشر بايلاترال في الناحيتين، لان انا دمرت التراك نفسه اللي جاي شايل لي البين والتمبريتشر. فيبقى عنده جاكيت ديستريبيوشن اوف انستيزيا، يعني الحته اللي هي السيرفايكال والابر ثوراسيك بتاعته مش حاسس فيها بالبين والتمبريتشر. التيبس دورسالس. التيبس دورسالس ده بيبقى سببها سيفلس. سيفلس يعني اسمه الزهان. بيبقى سببه زي فيروس كده او حاجه عمل ديستراكشن للنيرف فايبرز بتاعت الدورسال روت اوف سباينال نيرفز، اللي هو المنظر ده. فبالتالي في المريض ده بيعدي بمراحل، في الاول بيبقى عنده اتاكس كده من البين، يعني يجيله بين جامد جدا، وبعدين يفقد البين ده نهائيا، يعني ما يبقاش عنده احساس في البين، فهو يفتكر ان هو كده خلاص بقى سليم. لا ده بالعكس، انت كده الفايبرز نفسها حصلها ديجنريشن. يعني في الاول حصل له سيفير بين في الدرماتوم اللي جاي اللي سبلايد بالافكتد دورسال روت، بعدين حصل ديجنريشن اوف نير فايبرز ادت الى لوز اوف ديب سنسيشن، وحصل لوز اوف بروبريوسبشن، لان هو انت عندك الدورسال روت اتدمر، يبقى انت فقدت البروبريوسبشن وفقدت التنون ريفلكسز، وبيبقى بيحصل له هايبوتونيا اوف موسلز. بوليميليتس ده اللي هو شلل الاطفال، ده بيحصل بسبب فيروس بيأثر على اللور موتور نيورونز. أثر عليهم فين بالظبط؟ أثر يا اما بيأثر على الانتيريور هورن سيلز، انتيريور هورن سيلز، يا اما يأثر على البالبر، بيبقى باربر تايب، يعني بيأثر على الموتور نيوكلاي اوف كرينيال نيرفز. دول بيبقوا اهم حاجه في البوليميليتس، ان هو نوعه لور موتور نيورون ليجن. بعدين انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن، يعني انا
وقفت او سديت الانتيريور سباينال ارتري اللي بيعمل سبلاي للميجر سيرفيس اوف اوف سباينال كورد، زي ما قلنا في الصفحه اللي فاتت ان هو بيعمل سبلاي للتو ثيرد، بيعمل سبلاي للانتيريور تو ثيرد اوف سباينال كورد اللي هو المنظر ده. فيبقى انت كده سديتي الحاجه اللي بتعمل سبلاي لكل ده. هيحصل له ايه؟ هيحصل له بايلاترال ابر موتور نيورو ليجن باراليسيس بلو الليفل اوف ليجن، ويحصل له بايلاترال لوز اوف بين وتمبريتشر، لان البين والتمبريتشر بيعدي هنا فيفقد البين والتمبريتشر سنسيشن مع الاحتفاظ بالبروبريسبشن والتاتش، لان البروبريسبشن والتاتش معدي هنا، فهو مش هيتاثر لان هيجيله البوستيريور سباينال ارتري هيعمل له سبلاي.